ليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المواطنون في مسيرة حاشدة هنا في شوارع محافظة أبيان، لكنها الأكثر من حيث أعداد المشاركين. اليوم تواصل معي أحد الأخوة من مودي 4 أيام طافية، مديريات المنطقة الوسطى 4 أيام، ونحن حوالي 6 أيام نعاني من حرارة الصيف الشديد، ورمضان على الأبواب، رمضان على الأبواب. فهذه الحكومة نحن لم نرى منها إلا إنتاج أزمات ولم تنتج حلول. هنا في شوارع الزنجبار خرج المئات من أبناء المحافظة في مسيرة غاضبة قبل أن تنتقل إلى هذا المكان أمام بوابة المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة جعار، وهي إشارة إلى أن تحمل مشقة المسافة التي قطعها المحتجون بين مدينتي جعار وزنجبار ليست هينة، بل تأتي من أهمية المطالب الملحة والضغط على الجانب الرسمي بالالتفات إلى معاناتهم. صيانات تأتي في الأوقات الحرجة، يعني كالحماء ما يكون اشتد الحماء على المواطن، يعملوا هذه الصيانات، يقول لك في معانا محولات راحت، في معانا مولدات راحت، كابلات راحت. المظاهرة التي طافت شوارع المدن طالبت بتوفير الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء وتحسين الخدمات الطبية لتجنيب المواطنين المزيد من الأزمات في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.